بص، ما انكرش ان انا بعد مباراه مانشستر سيتي اللي كسب فيها ليفربول 4-0 اتمنيت ان يورجن كلوب يكمل الموسم بالبدلاء والناشئين، وان هو يحاول ان هو يلاقي عناصر جديده يستفاد بيها الموسم الجديد، وكمان ان هو يريح فرقته من الانتقادات واي حاجه ممكن تحصل لو الفرقه اتهزمت، برغم ان الفرقه كسبانه الدوري والموضوع بالنسبه لها خلصان، بس برضه الانتقادات تكون بالنسبه لهم عاليه لمجرد ان هم الابطال، وطالما هم الابطال فلازم ان هم يكونوا متحدين للانتقاد، لان لو ما انتقدش البطل هتنتقد مين؟ فلما تلاقي البطل بيلعب ماتش قدام ارسنال لسه في كميه غطرسه وعنجهيه كبيره جدا من فيرجيل فان دايك اللي كان واحد من أسوأ اللعيبه في ماتش مانشستر سيتي، والنهارده كمان بيزودها وبيكون سبب في احراز هدف، وكمان اليسون بيكر بيحاول ان هو يتعلم يلعب برجليه النهارده، لا الموضوع كده محتاج ان انت فعلا تريح الفرقه الماتشين الباقيين. بسم الله الرحمن الرحيم. بص انا عارف ان انت هتقول لي ايه اللي انت قلته في البدايه ده، بس انا عايز اقول لك الموضوع بسيط جدا. الموضوع تقدر تقول عليه ان هو ملخص ليورجن كلوب، طموحه كده ولاعيبه ليفربول طموحها كده. يورجن كلوب عايز يخلص الدوري يكون اعلى ارقام قياسيه في تاريخ انجلترا كناحيه نقاط، والفرقه مخلصه ومظبطه الدنيا بالنسبه لها كفرقه هتذكر في التاريخ ان هي من اعلى الفرق اللي خلصت بعدد النقاط في النهايه. ده بالنسبه لطموح يورجن كلوب. اما بالنسبه لطموح اللعيبه، فصلاح عايز يكون هداف، وساديو عايز يكون هداف، وفيرجيل فان دايك عايز يدلع شويه، واليسون بيكر عايز يتعلم يلعب برجليه. يلا بقى كل واحد عايز يعمل اللي هو عايزه. طب بالنسبه لنص الملعب، لا هو كده كده نص الملعب ده من ليفربول بقى له فتره، يعني جاي تركز عليه النهارده، ما كده كده نص الملعب عنده مشاكل كتير. طب فيرجيل فان دايك، انت بتنتقد فان دايك؟ بص ما جاتش عليا، هو العالم كله بينتقد فيرجيل فان دايك من بعد ما رجعنا من التوقف، لان فيرجيل فان دايك كان منه اهداف في مباراه مانشستر سيتي وكان سيء جدا. هتقول طب بالنسبه لارسنال كان بيلعب قدامهم ده كانت الدنيا بالنسبه لهم ايه؟ بص ارسنال النهارده ارتيتا كان نازل، انا كان ب 3 4 3، انا هحاول ان انا ما اندفعش، هحاول ان انا اسيب الكره لليفربول، هحاول العب على المرتدات بالسرعات اللي موجوده من نيلسون او موجوده من نيكولاس بيبي او موجوده من الكسندر لاجازيت، ولا يا جماعه نلعب على السرعات ونحاول نستغل الهفوات اللي هلاقيها في خط دفاع ليفربول. بص بعد اول ربع ساعه انا حسيت بصراحه ربنا بالشفقه على ارسنال مايكل ارتيتا، حسيت ان الموضوع بالنسبه لهم هيكون صعب جدا لو انت خسرت النهارده قدام ليفربول. الماتش اللي فات قدام توتنهام الناس قاعده تقول كذا والكره ما ساعدتكش والكلام ده، بس لو خسرت قدام ليفربول هتبان قوي ان هي في مشكله نفسيه بالنسبه للعيبه، خصوصا ان انت لو تكون في مشروع في بدايته وبتلاقي فيه تعثرات، بتلاقي ان الناس بداوا يفقدوا الايمان وبداوا يفقدوا الثقه فيه، ودي بتكون مشكله كبيره جدا. فالنهارده حسيت ان ارتيتا محتاج يكسب الماتش ده، وفعلا الماتش ارتيتا كسبه في النهايه، واتمنى ان ارتيتا يحاول يبني منظومه جديده بالنسبه لارسنال، منظومه ما يكونش فيها دافيد لويس، لان انا كنت مقلق ان ديفيد لويس هو اللي يخربها، لقيت فيرجيل فان دايك اللي خربها الناحيه الثانيه، حسيت ان في يا جماعه ده الماتش كله تضارب بقى، اللي هو احنا مستنيين ديفيد لويس اللي يخربها مش مستنيين فان دايك اللي يغلط غلطه ساذجه زي الغلطه اللي تقدر تقول ان هو اتفلسف فيها على الكوره. بس هنعمل ايه بقى، الراجل مخلص كل حاجه واخد ارقام وبالدنيا بالنسبه له متظبطه، احسن مدافع في العالم بقى له سنتين، فخلاص يعمل اللي هو عايزه، ما جاتش على غلطه واحده بس او جات على غلطتين بس، هي الفكره بالنسبه له ان حد يا معلم في لعيبه ممكن يكون الدفعه بتاعتها خلصت للموسم، احنا خدنا الدوري وما لناش حظ في دوري ابطال اوروبا وخرجنا، وخرجنا من بطوله كاس الاتحاد وكاس الرابطه، فمش نخسر حاجه وعطت لنا اجازه، اما لو نزلتنا الملعب فعادي احنا ما عندناش اي حاجه ممكن نقدمها علشان خاطر احنا خلاص عملنا كل حاجه بالنسبه لوجهه نظرنا. فدي كانت المشكله الكبيره، يعني من ساعه ما الفرقه ما رجعت من الكورونا ومن ساعه ما تم تتويجها باللقب والفرقه بتقدم اداء بسم الله ما شاء الله سيء جدا، والموضوع بالنسبه لها ضايع تماما. فلو انت حبيت تقارن ليفربول الحالي بليفربول قبل التوقف، اقول لك لا الموضوع كان صعب. ليفربول قبل التوقف كان بيحاول ياخد الدوري باي طريقه، وكان بيحاول يعمل كل المجهود اللي يقدر عشان يخلص الدوري، انما بعد ما رجع وخلص الدوري بقى الموضوع كله حاجات شخصيه، مين اللي خلص هداف، مين اللي هيتعلم يلعب برجليه، مين اللي هيكون بيباصي تحت بطريقه جماليه. فالموضوع بالنسبه لليفربول تقدر تقول ان هو ما كانش ظابط تماما. اما بالنسبه لارسنال فزي ما قلت لك الكوره النهارده كانت لصالح ارسنال، لان ارسنال الغلطتين الوحيدتين اللي ليفربول عملوهم في الشق الدفاعي جم جوان، وبعد كده ارسنال احلى باص يابا ما يكون ورا، لا جوزيه مورينيو يعرف يركنه ولا اي حد، بس الباص ده مع ذلك سبحان الله لعيبه ليفربول كانت بتضيع في الست ياردة وميليانو تصدى، والدنيا كانت بالنسبه لهم يعني اللي هو انت بتدافع ب 11 وكل الهجمات دي عليك، اللي هو طب لو انت عملت لعبت جيم مفتوح الدنيا كانت بالنسبه لك رايحه فين. فاللهكم في عون جماهير ارسنال، اللي هو انت كسبان ليفربول وكسبان البطل، بس انت عارف ان المنظر اللي انت كسبت بيه ليفربول ده مش هيتكرر كل 10 سنين مره، اللي هو يا جماعه طب انا هبني فرقه امتى بقى، طب انا هظبط الدنيا بالنسبه لي امتى، طب انا هجيب خط دفاع عدل امتى، اللي هو روب هولدنج النهارده بيلعب جنب دافيد لويس وجنبهم كيران تيرني. بص فكره ان كيران تيرني يلعب مساك ثالث دي هي لذيذه شويه، ان كيران بيمتلك السرعه
وبيمتلك كمان ان هو بيعرف يبدا من تحت، وبيمتلك كمان ان هو يقدر يجاري صلاح في الواحد على واحد كتير. فدي كانت ممتازه ان انت تبدا بكلمة ما تنزلش عيد كل شناك الملعب، لان سعيد لو كان نزل الملعب او سعيد يا عم لو كان نزل الملعب كان صلاح نفخه. بس النهارده مفيش حد كان في ليرته خالص بالنسبه لليفربول. ده ماتش لو اتلعب 7000 مره مش هيحصل باللي حصل ده. بس معنى كده ان انا ما بقللش من ارسنال، ما بقللش من انتصارك يا عم، انتصار بالنسبه لك كان معنوي ممتاز جدا، انما غير كده ما تحاولش تبني على الانتصار ده، لان انت ما لقيتش حاجه مهمه. هتقول لي ريس نيلسون احرز هدف ممتاز، اقول لك طبعا الكره في السيتار طبعا زن منه بجد والله ثانيه ضايعه. بص انا ما بقللش من ارسنال، بقللش من مكسب اللي ارسنال كسبه، بس انا بقول ان ارسنال استفاد من اخطاء وهفوات ليفربول، وبعد كده رجع تاني يدافع وما عرفش يخلق ولا فرصه حرفيا من بعد ما جاب الجون التاني. فما ينفعش ان انا اطلع ارسنال قدموا جيم دفاعي كويس، لان برده جيم دفاعي كان عليه شوائب كتير جدا، وكان في كور في الست ارضه كانت بتضيع عادي من لعيبه ليفربول، اللي هو برده انا بقول ان فيرمينيو بقاله فتره طويله جدا سيء، وان فيرمينيو عنده مشاكل كتيره قوي من نص السنه، بس مع ذلك الناس كانت بتزعل من الكلام ده. بس عادي الكلام لما بيظهر في الملعب ما بيبقاش فيه اي حد يقدر ان هو يتكلم معاك، لان باين قوي ان روبرتو فيرمينيو بعيد تماما عن مستواه، باين قوي ان صلاح بيفكر في حته الهداف، وباين قوي ان ساديو ماني هو الوحيد اللي يمكن يكون لسه قلبه على الفرقه، او قلبه كمان على ان هو ينافس على الهداف، لان زي ما قلت لك كل حاجه خلصت في ليفربول والدوري خلص، فيلا بقى نركز على الاهداف الشخصيه وعلى الطموح الشخصي. كل ده لو حطيته قدام رغبات يورجن كلوب في ان هو يخلص الدوري كمتصدر وان هو يوصل ل 102 نقطه، هتلاقي ان في مشاكل كتير قوي، هتلاقي ان في حاجات كتير قوي متضاربه. فكنت بتمنى ان يورجن كلوب زي ما بدانا الفيديو ان هو يكمل بالناشئين بعد ماتش مانشستر سيتي، وبتمنى ان هو يكمل بالناشئين ونرجع نشوف ناشئين ممتازين بالنسبه لليفربول، خصوصا كمان ان هم عندهم لعيبه ممتازه جدا زي هيرفي اليوت، وعندهم كمان الراجل اللي هو ويليامز ده، لعيبه تستاهل انت تشوفها في فتره ان الفرقه ما عندهاش دوافع، فعد للناشئين اللي محتاجين دوافع بجد الماتشات والفرصه. بص مش هيحصل حاجه لما عملت لايك، مش هيحصل حاجه لما تعمل ديسلايك وتقول لي انت ليه بتعمل ديسلايك، يعني الموضوع سهل بسيط،